طيب انا هسال السؤال بالعكس. الفانز في امريكا، طبعا امريكا هي الام بي او الاصل الام بي، هل هم بيتابعوا الافريكا ام بي؟ هل متابع المباريات النهارده الباسكتبول افريكا ليج في امريكا؟ انا عارف انها بتتذاع على قنوات زي الاي اس بي ان، بتتذاع على قنوات اخرى، هل انتم متابعين وعاملين تراكنج لده كويس؟ هل الجمهور الامريكي النهارده بيتابع نشاط الام بي في افريكا ولا لا؟ Yes, absolutely. نعم نعم بالطبع. So as many of your listeners know, because كما يرى مشاهديك الآن بمشاركة الأهلي، لدينا الآن فرق في أفريقيا، ولدينا دوري الآن أكثر احترافية يمثل أفريقيا. فالآن هذا هو الموسم الثالث، والأهلي الآن يشارك، ولدينا مباريات الآن في القاهرة، فبالتالي هذه المباريات تذاع وتنتشر في حوالي 240 دولة حول العالم. فبالتالي أكبر مكان لنشر هذه البطولة هو ESPN في أفريقيا، فبالتالي الناس يستطيعون أن يشاهدوا هذه البطولة الآن على الهواء. حتى الآن كان لدي رسالتين من الولايات المتحدة الأمريكية قد شاهدوا بالفعل البطولة في أمريكا. نعم، العالم كله يشاهد البطولة الآن. نستطيع أن نرى الآن بطولات الام بي اي بطبيعة الحال، فبالتالي الناس هناك يشاهدون. يوجد مجموعة في أمريكا الآن تشاهد، وأنا متأكد من ذلك، تشاهد الام بي اي في أفريقيا الآن. كلام حضرتك النهارده بيسعدني جدا، كلاعب كره سله سابق، ويمكن كنت اتمنى ان انا الحق ده وانا بلعب، بس اكيد وجود الـ NBA في افريقيا حلم للكثير من الشباب الافريقي.